خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه متتبعين قناه باشي العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، واحد التحيه بحال دائما للجاليه ديالنا المقيمه في الديار الاوروبيه ومغاربه العالم. كنقول لكم تبارك الله عليكم ومرحبا بكم البلد ديالكم ان شاء الله. وبحال دائما عاوتاني واحد التحيه لجميع المتتبعين ديالنا اللي كتبوا لنا ديك التعاليق وديك الكلام الطيب. والله العظيم اللي كيشجعني هذا الكلام هذا هو اللي كيزيد يخليني نزيد نخدم ونزيد شي حاجه لقدام. اليوم اخوتي نعاودوا واحد القصه، وهاد القصه مشوقه شحال ما خصني نعاودها، ولكن ممكن كنعرف بزاف ديال الحاجات. المهم انا غادي نعاودها كما عرفتوها. والبطل ديالها، واخا بعض الناس ما كتعجبهمش تسمعوا هاد الكلمه ديال البطل، ولكن هذا هي الحقيقه. نقولوا حنا البطل ديالها هو واحد الدراب، وحنا نهضروا على قبل ما يصبح قراو، كيفاش ترجع قراو، وشني كان مور قراو. وانتوما دائما لا عجبتكم شي حاجه ديالنا عملوا لنا افوني وتكون زر اشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا، وعملوا لايك وجوجمو وبارطاجي، وحاولوا اخوتي تكملوا الفيديو حتى الاخير تشجيعا منكم. هاد القراب هذا قبل ما يصبح قراب، هذا واحد مواطن مغربي كان جا لطنجة باش يحرك ويحرك بفلوسه. المهم دبر الحراك بحالو بحال الناس كامله بحال يحرق. المهم بمقدار 3 ديال الملايين الهرم، 3 ديال المليون باش عاد يحرق. دبر الحراك اللي يحرقو. المهم جا الوقت الحريق وحرقو، طلعو في البحر باطي الراس شبرو الطريق. مع الاسف ملي دور واحد المسافه الطريق رجع لهم مارينا ديال لا مارين ديال البحر، شبروهم شبروهم خرجوهم، داو معاهم ثاني قدموهم الكوميساريات، بحثو معاهم دائما باش يوقع على شي روشيرشي او شي واحد على شي حاجه هربان. انت باغي تعرف الامور ديال الامن. المهم اللي ما جبرو عنده حتى شي حاجه كيقدموا الوكيل الملك، والوكيل الملك هنا وزار اما كيرخي واما كيتخلص واحد الكفاله واحد 1000 درهم واما كتطلع بشهر ديال الحبس. وهذا الشيء هذا تقريبا 92 الناس اللي خلصوا خرجوا، واللي خا الوكيل الملك خا واللي طلعوا الحبس ما خرجوش كان شي 11 واحد 1992 وجابوهم لحي الدالي، خاصة الشامبري رقم 8. وكنت انا كنتواجد في هذيك الساعة هذيك، وكان كبرة تما هو جمال روميو التيطواني، كان محكوم 30 عام الله يطرق سرح الجميع. المهم الشخص هذا كانوا دخلوه هو وشي 10 ديال الافراد ياخي اللي كانوا معاه. قلت معاه انا عاد كنعاود عليه لان جابت لي العلاقة معاه، يعني جبت لي الحديث معاه كنريح معنا وكنهضرو وكذا. وكان واحد الدر واحد الشخص يعني مقبول سبحان الله العظيم، كان عنده واحد البنيه يعني جسديه واعره طويل وعامر، وعنده واحد الزبيبه هنايا، وعن سبحان الله العظيم ديك النعد من ادم وعندنا بزاف ديال الناس كيعملوها، كيكون عندهم السنان كيعملوا واحد السنان ثاني ديال النقره، واش كيكونوا مهرسين ولا مسوسين ولا كيعمرهم العلم الا هو كيكون عندهم السنان ديال النقره. كنعرف ان الناس كيعملوا بعض السنان كيغلفوهم بالذهب هنايا ولا هذا، لا بزاف ديال الناس عندهم السنان ديال النقره، واحد جوج السنات ولا جوج درصات ولا النيل كيعملوا ديال النقره. واش الشخص هذا كان عنده واحد جوج السنات في القدام ديال النقره، مع ديك الزبيبه مع تبارك الله طويل هيدا وحمراني، واحد الفورما واعره فيه. المهم جلس مع الناس 10 مع بعض، تما كنخرجوا بالباطيو كنقول سمع تما كتذكروا هو واحد كان معنا واحد وجدي عاوتاني موسى الله يذكره بخير، واحد الدري عاوتاني كيعيطوا الهولندي، هو ماشي هولندي مغربي ولكن كي يعني من الديار الاوروبيه يعني كيعيش في هولندا مع الوالدين ديالو مشى على المخدرات. المهم كنا شي 4 ولا 5 بينا بحال معاجرين كنتذكروا كدا كنهضروا. هاد الشخص هذا شنو الواقع ديالو؟ جاي يحرق فاش شفت من الحرقه بقى هنايا، قلنا له زعما علاش ما خلصتيش ديك 1000 درهم كاع ما كنتيش تدخل للحبس؟ هو عنده مثلا قاعد واحد 3000 درهم نزلها في الكريف هادي. قال لك لا انا ربما 3000 ديك 3000 درهم طاب فيها من عاجبه الفلوس، ربما ما يقدرش يرجع للمدينه ديالو. انت ما كتعرفوا انسان جاني هنا في حلاق وجاب الفلوس الله يحسن لعهم، عارف ديك الفلوس من جابهم، واش باع شي حاجه واش عطاوها له والدين اللي عطوهم له او سلف او وصلت فيهم شي واحد، ما كتعرفش الظروف الانسان. الطريقة قال الله ويدرس هذه الحبس وتخلو ديك 3000 درهم داكشي اللي كاين. خرج من الحبس وعاود بحالو دينا السوق برا، وكنا جا تلاقينا حنا في السوق برا. المهم انا متلاقيتوش برتو قراب نخرج انا وهو السوق برا، وتلاقيته في عمو طاف السوق برا تما كيكونوا فيه القرابة، جبرتو قراب ايوا كيجي يجلس معنا في القهوة. عرفنا جلس واحد القهوة كيقول لها مقهى الطائف، وخا سميتها لان ما بقاتش، رجع في عوض هذا البنكة كيجا كيريح معانا تما، وكان يبلي بجوان وثلاثة ديال الكيف. المهم قلت له كذا، قال لك جا ما كاين ما يدارش عادي يعمل بنزلو يخدم قراب كذا، وطلع نفاس جاب كسوة قرابة وديك الشاشية وجاب قربة وديك الأواني ديك
الكرابيج ديالو ديك النحاس وهادي وعمل الكراب وسبحان الله العظيم جات معاه مع ديك اللباس العربي الكرابه مع ديك الطاوله وديك الفورمه اللي فيه مع ديك السنه اللي قلت لكم فورمه واعره فيه. المهم مع ديك الزيبه كنت كتزينو سبحان الله العظيم وكان وسبحان الله مع ديك كنقول لكم انسان مقبول وعنده واحد شويه اللغه عنده شويه اللغه عنده شويه طاليانه عنده اسباني ولا اي حاجه هكا مخربقه والكبار كيجيو تما كيصوروه كيدبروا عليه وكشي اللي كيتصور معاه والدراري ديال النصارى اللي كيساوي يسالوا النصارى فوق يسعاو ثاني عاود كيتعارف مع الدراري رجع حتى هو مساجم هنايا يعني انا ما كنبغيش نقول من مدينه فلان فلانيه لا كنقول مغربي لان يعني احنا كاملين مغاربه بنديرة واحدة ومالك واحد. المهم بقى تما تهضرت واحد الايام كيجي معنا كنريحو كنذاكرو كنعرف عندي انا رجع صديق ديالي حنا رجع صديق ديالي وصديق بزاف الدراري رجع صاحبهم لانه واحد الانسان مقبول مقبول وشعبي وما فيهش ديك اللي كنقولوا هذيك الدغوله ولا الفعاير صريح معاك هيدا. المهم جابت واحد الايام واحد طاليانو بيخو راجل كبير شرب من عنده وعجبو الديكور داك هضر مع عجبه اخر عنده واحد جوج ديال اللوخه ملقطه هيدا هضر معاك داك عجبو داك الطاليانو وكدا هادي. المهم دبر عليه مشى بحالو وداك الطاليانو كيجي من طنجه بزاف عنده طنجه في الدم لا ما قال قال لك شي جدو ولا شي بابا كان مدفون هنايا في المندوبيه من ديك العسكر الطلايق قدامي بقاو هادي كان كيجي يزورو ما عرفش ني وكان داو الروفات ديالو هادي بقى ديك الدوده ديالو ما كيش عندها شي خصوصين طنجه ما كيكوش بزاف بزاف طول 4 شهور خصوصين طنجه وكيعجبو يجلس في قهوه السنترال يعني في سوق الداخل مدينه قديمه كيدور. المهم هاد الطاليانو هذا جلس الهضره معاه حتى تيتي مع رجعنا عندو علاش جعنا عندو هاد الطاليانو جات واحد الفكره في الراس ديالو وهاد الطاليانو مسميه رودريغو وكان رجل مافيا خابيخو كان رجل مافيا بصح ومافيا بصح اللي في ايطاليا كاملين كيعرفوا وكيحترموه وعاد عنده حاليا دابا الى الان عنده واحد بنو مشهور مافيوس بصح ما نسميهش حتى تجي الحلقه نهضركم عليه بنو رودريغو هذا. المهم هاد الطاليانو هادو راجل كبير ومحترم ايطالي ومافيا بصح اللي كازو انا من اقدميه ديال المافيات مافيا اليوم كاملين كيحترموه الناس اللي باقيين عايشين المافيا كاملين ديك الناس اللي كاملين كيحترموه. هو شنو عنده هاد الطاليانو هذا هاد رودريغو عنده واحد بار بار كبير وفي نفس الوقت عامل في الطواليد القمر يعني مش كازينو لا الطواليد القمر كيقمروا بار كبير وفي كيقمروا وشكون كيجلس تماك هاد الدار هذا كيجلس عنده تما الناس ديال المافيا يقرب بيرو ديك مساخه ديال المافيا وكدا وسبحان الله شي مره قال لك يا ودي دابا شي انا كنقول لكم هاد ما جبتش هاد الخبر هذا هاد الخبر هذا هاد الشخص هاد الكراب هذا وخا طلع طلع ايطاليا وعايش واحد العالم اخر وكيجي لطنجه وكيجي عندنا القهوة وانا كيقريح معايا بزاف وكنبقى نتذاكروا شي امور كيعاودوا لي بزاف د الحاجات ما قدرتش نعاود وكنعاود الامور اللي هي عندها علاقه بالفيديو فقط بالقصه. المهم عنده بار تما كبير كيروحوا فيه ما في وصول من العصابات وهادي وعنده تما كيقمروا وفي نفس الوقت ديك العصابات كي عند العصابه كيعملوا الاجتماع ديالهم الرينيو ديالهم كيعملوا في هذا البار هذا او لك شي عصابه مع شي عصابه اخرى عندها شي مشاكل شي خلاف عن المنطقه راه كيقول لك هذه المنطقه ديالي ولا شي حاجه كيدخلوا في الحرب مع بعضياتهم. وهاد رودريغو الكلمه ديالو كتفوعه وكيوقروه كيجمع من عندهم تما كيفهمو كيصالحهم وكيخرجو بواحد المفاهمه مع بعضياتهم وكان حتى هو رجل ماشي شي واحد ساهل يا خويا راه ماشي ساهل. المهم رجع لهاد الكراب هذا شنو الفكره جا عنده جا عنده قالوا له بغي يطلع معايا لايطاليا تخدم كدا انا عندي حقا عندي المشاريع ديالي في ايطاليا وكدا وما تعرف يا خو بوبلي راه كنضربو بالشفنجه يا خو ما يقولوا لا ما ياخذوا واش بحال واحد الفرصه جاتو هو كنعمل مستحيل باش يحرك وهادي ولكن مع الاحيان منين ما فشلت الخطه ودخل الحال وبقى هنا عمر الكراب بحال يبقى كيبريدي على الحرقه عجباتو الحياه هنايا بدا كيدبر هاد الكراب كيدبر ها كيصوروا النصارى وكيتصوروا مع النصارى وروينه راه كيدبر وداير النصارى كيجيبوا له الكبر عاوتاني يتصوروا معاه مع واحد ديك اللوخه ومقبول كان كيدبر. المهم دخل على ديك الطاليانو بالهضره وهادي المهم قالوا نمشي نخدم معاك علاش نمشي نخدم قال له صافي عمل معاه قال له انا عارجع لعندك صافي داكشي اللي كاين ما قالش شي قال لك واحد 20 يوم جا عندو داك الطاليان جاب له كونتراتا يعني عقد العمل صافي عدل له الامور مع كما كتعرفوا يعني في التسعينات من 90 فوق كلشي كان عنده باسبور ما كانش يفرط في المغرب ما عندوش باسبورتي قبل 90 كان هي كان باسبورتي يعني كان صعيب ولكن من 90 فوق كلشي كان عنده باسبورتي عنده الباسبور ديالو عنده الامور ديالو جاب له داك كونتراتا جرى على الكواغد ديالو عدل الكواغد طلع مع ايطاليا ولكن شنو غادي يخدم معاه في ايطاليا هادي خدم معاه فداك البار عندو كبار كبير كيعاود انا كبار كان عندو واحد كبير ومجهز وعندو الخدامة هالي في بارمان هالي كاماريروز هكدا وعندو تجيرين خدامين تما كاماريروز عندو بزاف من هاد عندو بعد
بعد الرومانيين وزاد البانيين كتعرف بزاف وطلاين. المهم جاب هاد المغربي يخدم تما، شني عاد يخدم؟ عيسقي الكليين تديك ما فيك تقاو تما ولا كيقامر وكدا، عيسقي لهم الخبار بالقربه. مع اللي كان طلعت عقلي طلع من هنا 800 قربات و800 كساوي ديال القرابه وطلعهم حتى شحال يخدم بهم. هاد القربه معمره بالوشكي، هادي معمره بالروج، هادي معمره بالماء، هادي معمره بكدا، وهادي الخدمه ديالو. كيقولوا تما اللي كيبغي شحال كيسقيه بديك القربه. واحد ديكور واعر كيسد النحاس وديك المصيبه، واحد ديكور هذيك المافيوس يقول تما استعجبوا شي حاجه واعره. فهمتيني؟ وعاد عن كوادروس ديالو علقهم تما وكدا والديكور زعما وتشهار تقرب تشهار تما. وهاك كان عنده اللغه كيعرف مطور مع ديك المافيوس كيقول تما كيقط الهضره وكيهضر مع هذا بدا كيعرف المافيا، بدا كيعرف ناس المافيا بصح. المافيا كامورا وتين غراندي وسالا كينتيك عرفت حد زاد المافيوسوس بدا كيعرف الاعضاء ديالو كيعرف هذا وهذا وبدا كيتعاطى مع هذا ويهضر مع هذا ولكن كان خادم هذاك بياخذ بصح كيتهار الله فيه. شي مره شي مره شي واحد كان جالس تما وبدا كيبسف بحال اللي سكر بحال اللي بدا كيحيح مع عندك رودريغو راه بيخو الطريانو بحال ماشي دار فيه. قال له بدا زعما موطع هنا خصو يكون كالم، يعني هنا ما كاينش المشاكل سكت يا خو ما عجباتوشي على يدوز برفات بيخو هذا رودريغو حتى واحد ما هضر الا ديك قرب هذيك قرب ما عجبوش ما نضل مع ديك بيخو وكدا هادي هذا شبرو عطا شي راس. وعاد هو كان جالس تما هاد الطيور هاد الخلق اللي بالسلك تما والناس اللي هما ديالو عطينا دعاء وتعزاتو من نفس عليه ولكن ما قدروش مع رودريغو. رودريغو صار ولا هضر شي هضره ما قدرش يهضر لان عنده عاون فلوس مافيوس وكدا هذاك هي ديك السكره واش اللي عملت له غلطه ولا هادي. المهم هاد الامور كدا ولكن ديك رودريغو الطريانو ديك قرب رجع عنده عزيز قال هذا ماشي شي واحد ساهل ماشي قرب هذا كاع كارد كور هذا باش في خويا خسر هضر ديك نعطاه بالراس عرفوا ماشي شي واحد ساهل زاد قربون عنده وعطاك يتحكم له تما وشي امورات. وسبحان الله العظيم ما قالش شي قال لك شي 6 شهور ولا كذا كان مات هاد بيخو هاد الطريانو كان مات وكراجي كبير كذا كان مات. وكان جاو ديك واحد منو انا قلت عنده مافيا وهادي وكان كيشوف بابا وعندو كيعرف ديك قرب عارف الهضره تقرب هادي شني قال لك قرب قال له هادشي ديالك صافي بقى بحال اللي كنتي وسير هادشي هذا قرب مابقاش يقرب رجع راجل المافيا ولكن مقابل هذيك كبار وديك الخبار اللي كيقامرو كيقول لي ما مسخر وكدا ما كيعرف كدا مشى بعيد. ومع ذلك كيجي طنجة هادو كيجي طنجة كيبقى كيبقى ثاني وكيجي طنجة عاوتاني وكيجي الجوطية وكيريا معنا في قهوة السوق برا وهادي وكيعرفو الدراري وداك كيجيب شي بيسات كاين شي بيسات من تما شي حاجة هايدة بزاف شي أمور كان كيجي معاه الدراري كامل داك شي حاجة كيجي كيبيعها هنايا وكدا شي ماتيريال وشي شقلاله. المهم شي حاجه في شكل يعني واخا ما كاينش سميت وما فهموها والسلام. المهم بقى هذا المنظر هذا وكون واحد العصابه كبيره تماك شنو بدا كتبان له كتبان له عايز خصو يطلع بنادم من هنايا من طنجه ومدينه اللي هو كيمني هو منها. المهم المغرب يطلع من ايطاليا باش يكون شي عصابه في ايطاليا ولكن صعيبه باش تعملها صعيبه باش تطلع شي بنادم منها وتكون عصابه في ايطاليا ولا لا. مافيا ايطاليه تقدر تندمج معها اي اما تطلع تكون شي عصابه هاد المغاربه في ايطاليا يعني عصابه يعني خاصه المغرب ما تقدرش لا وصك تكون الفاكيه. وداك الشيء اللي كاين داك يطلع شي بنادم من هنا عاوتاني باش يطلعو كيعرف بنادم اللي كيطلع عنده باسابورتي ولا فيزا كيطلع يهود شي من هولندا شي بلجيكا شي اسبانيا داك كيطلع على برا جمع شي مجموعه كبيره من ايطالو جابر عندهم تماك غيكون شي حاجه ديالو على يدو. المهم ديك الطاليان اللي كنضربو بالراس شحال هادي كان باقي رودريغو بالروح هاديك عاوتاني باقا في قلبو باقا في قلبو شني عاوتاني شحال يعمل شاف كيجي مغاربة داري ما الحقد الحقد السالم تا كيحرط على بنو ديال ديك يعني بنو ديك الراس ديك الطاليان اللي مات كيقولو شوف فلان كدا شي كيجي بنادم كدا سران خيرات مروي كود ما عرفش شنو غادي يعملو لنا وراه كدا وهادي وكدا. المهم هو الحقد الحسد دخل معاه فواحد العداوة كبيرة عطيني نعطيك شنو خلق القرطاس والروينة وهادي ولكن ديك بنو دور رودريغو راجل عارف شني كاين عارف داك هذاك عنده الخبر ان داك كنزبد دابا وديك قرا هو اللي كتخاف فيه شي راس عارفو عندك العداوة ثابتة وطلع له الدم شاف عيط قايم بها بالقراب حما راجل عنده عطاه واحد القرطاس انا طن هاديك بنو ديك رودريغو ضرب ديك ساجا بحيد ديك الطريون ياخر من الطريق علاش ديك شاف القراب راجل جا بنادم معاوني عادي شغلو هذاك عندك صداقة جا بنادم د بلادو اي واحد كيحلف بالناس د بلادو بغا يطلع ولاد بلادو يتفاهم معاهم يعمل حمية لراسو يعمل شي حاجة لراسو على راسي غتحسدو شو هادو من الطليان وشي كيفاش عامل شو الناس كيفاش عاملة فهمتيني. وكون كدا وهادو الأخ واحد مرة كانت واحد البيعة وشارية ديال الأسلحة
وكان شي عصابه اخرى ما عجبهاش الحال شي شي دائما هو المشاكل شي كان بينا السلاح كتجي وشي عصابه اخرى كتقول ديالها وشي كذا ودخلوا في شي حرب مع بعضياتهم الروينه كانت ودخل المخزن عاوتاني كي يجمع كدا وخبر بعد كنعمل واحد الحمله كبيره على المافيوسوس هما في المخزن ايطاليا بدا كيجي ناخذ المافيا وهادي كانت واحد الحمله معروفه كتاخبر كتهضر عليها وشي هرب وشي تقتل وشي احتقر وهادي والطيب المغربي بوبري على الكراش هنا اللي عمل كنبار على راسو عمر فرق وجا الحال من هنا طنجة عاود جا طنجة هنايا شحال يعمل عرف بنادم وخير هنايا عمل حوانات في سوق الداخل وكدا وهادي ودبر راسو مشى المدينة ديالو عاوتاني عمل شي مشاريع هنايا وجلس مع راسو وكنت مرة كان كيجيني عندنا طنجة كنتلاقاو كنجلسو وكيسير عام وعامين عاوتاني عاوتاني شي نهار تنقطعت الاخبار عليه بقيتي كنتلاقاهم غادي تلاقاني وهادي هي قصة الكراب اخوتي قوز هذه المحنة والأخ رجع لبلاده لأن أي إنسان أي إنسان بلادك بحال الدار أي إنسان كيخوي الدار ديالو كيمشي فين ما بغا يطيش لا ودا يرجع لدارو وأي إنسان مغربي فين ما مشى أي دولة في العالم لا ودا يرجع للبلاد ديالو لهذا إنسان دائما يخلي البلاد ديالو نقي ويفكر في بلادو ويعطي شي سمعة مزيانة لبلادو مسالا رجع يكون مزيان وما كاينش اللي غيتبعو وهادشي اللي كاين أخوتي ونخلو شي حاجة مرة أخرى والسلام عليكم.